السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لو مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب معانا موقع استثماري لسه في يومه الأول. يا شباب الموقع فيه 3 خطط للاستثمار. ده شكل الموقع من الخارج. لو نزلنا تحت كده هتلاقي الخطة الأولى بتبدأ من 2 دولار حد أدنى وحد أقصى 2 دولار. يا شباب بتدي 10% لمدة 24 ساعة. الخطة التانية 5 دولار حد أدنى وحد أقصى، بتدي 12% لمدة 24 ساعة. الخطة التالتة 10 دولار حد أقصى وحد أدنى، بتدي 14% لمدة 24 ساعة. وكمان لو عندك قناة يوتيوب أو تقدر تعمل ترويج للموقع على اليوتيوب أو الخدمات الموجودة هنا، بتحصل على بونص. هنا آخر إيداعات وآخر سحوبات، بيبدأ من 1 دولار. وهنا ديت إحصائية الموقع. هنطلع فوق يا شباب كده طريقة تسجيل في الموقع. بنيجي من هنا، أنا كنت مسجل. هنخرج من الموقع ونخش من جديد يا شباب. هننزل تحت يا شباب، نحط هنا اليوزر نيم، هنا الايميل، الباسورد، قاعدة الباسورد. بعد كده بنعمل تسجيل. كده بقى لنا حساب في الموقع. هنيجي للدخول، هندوس لودينج. بعد كده بنحط الاسم والباسورد ونعمل دخول. ده شكل الموقع يا شباب من الداخل. هتلاقي هنا البيانات بتاعتك، وهنا عندك الخطط الموجودة في الموقع. هنيجي للايداع. طبعا اول حاجه بخش عليها الاعدادات. تخش على الاعدادات وتيجي تعين عناوين المحافظ بتاعتك، بتحط عنوان محافظه البرفكت موني او باير، وبتعمل حفظ. بعد كده بنيجي للايداع يا شباب من هنا. انا عن نفسي هعمل ايداع ب2 دولار تجربه في الموقع في الخطه الاولانيه كتجربه. اختار من هنا كده واختار الباير وهقول له ايداع. انا عامل الفيديو يا شباب اساسا عشان المكافأة. وهاجي هقول له تأكيد. هننزل تحت كده يا شباب، هنلاقي الايداع بتاعنا اهو. بصوا يا شباب، هنا بيبقى الرصيد المتوفر عندك، وهنا بيبقى رصيد الحساب بتاعك، وهنا رصيد الدفع المدفوع عندك، وهنا رصيد الإحالات. تمام، هنيجي بقى نكمل بقية الشرح. طبعا هنا هتلاقي الإيداع بتاعك أهو، الإيداع بالوقت. بعد كده هنا هتلاقي الايداع برضو، الخطة بتاعتك اللي هي 10%. تمام، بعد كده هنا بيقول لك الدفع بالتاريخ. لو انت في دفعات عندك هتلاقيها هنا في الخانة ديت. مفيش دفعات هنا، السحب، طلب السحب من هنا. بتخش هنا وبتحط هنا المبلغ اللي عندك بالشكل ده كده، وبتعمل طلب سحب بعد 24 ساعة. بعد كده يا شباب عندنا الإحالات، رابط الإحالة بتاعك بتجيبه من هنا أهو، بتلاقيه كمان موجود في الصفحة الرئيسية. وهنا مواد ترويجية للموقع. لو أنت عندك مدونة أو موقع، بتخش على الخانة ديت وبتلاقي كل عندك الرابط موجودة أهي، بتظهر بالشكل اللي قدامنا دوت. وبكده يا شباب يكون انتهينا من الشرح. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك، والجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله. في فيديو آخر إن شاء الله. سلام يا شباب.